بسم الله الرحمن الرحيم. طالبة الصف الثالث الثانوي، النهاردة هنكمل مع بعض موضوع الأضوية بعد ما سمينا الألكانات أو البارافينات بنظام الأيوباك في الفيديو اللي قبل ده مباشرة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن أول أفراد الألكانات، وهو الميثان اللي هو الرمز بتاعه CH4. الميثان عشان اتكلم عنه على السريع كده نبذة صغيرة على السريع، الميثان يعتبر اول افراد الالكانات اولها وابسطها. الميثان يشكل 90% من الغاز الطبيعي. فين الغاز الطبيعي ده يا مستر؟ ده الغاز اللي احنا اللي عندنا في البيت، اللي بيجي في المواسير اللي داخله جوه الشقه عندنا، اللي بنشغل بيه البوتاجاز او السخان. الميثان بيسمى غاز المستنقعات. بيقول لي ليه طيب الميثان بيسمى غاز المستنقعات؟ عشان هو بينتج من تحلل المواد العضويه، في المياه الراكدة أو في المستنقعات. إيه المواد العضوية دي اللي بتتحلل في المستنقعات؟ يعني شوية عيش، شوية بلاستيك، شوية قماش، سمكة ميتة، كلب ميت، أي حاجة ميتة بتترمي في الحتت دياتي بتتحلل وتتعفن ويطلع غاز الميثان على هيئة فقاعات غازية كده. ولو الجو حر تلاقي الفقاعات دي بتشتعل لوحدها بالليل ونشوف حلقات نار طالعة من المستنقعات. عشان كده بيقولوا، كان الناس زمان بيقولوا ده الجن او الشياطين. يعني تحضير غاز الميثان في المعمل، انت عندك في العضويه اربع رسومات مهمه جدا بتيجي واحده منهم. كانت اول رسمه اللي هي تجربه الكشف على الكربون والهيدروجين ودي خدناها. الرسمه الثانيه اللي هو جهاز تحضير غاز الميثان في المعمل. يترسم ازاي؟ تابعني. زي ما انت شايف شكل الرسمة، عبارة عن أنبوبة تسخين بسخنها فيها مادتين اللي هي أسيتات الصوديوم والجير الصوديوم. يبقى إذن هحضر الميثان من المادتين دول، أسيتات الصوديوم والجير الصوديوم، بنسخنهم مع بعض فبيطلع غاز الميثان. عشان أحصل عليه لازم أجمعه تحت سطح الماء، فهو خفيف وما بيدوبش في الماء. خفيف فبيطلع هيئة فقاعات، ما بيدوبش في الماء ويتجمع فوق. كل ما يكتر غاز الميثان في المخبار ده بيضغط على سطح الماء لغاية ما المية كلها تنزل من المخبار، وفي الآخر يبقى غاز الميثان مالي المخبار لآخر. يبقى أنا كده حصلت على الميثان. معادلة التحضير بتبقى كالآتي: آدي CH3COONA، دي أسيتات الصوديوم مع الجير الصوديوم. الجير الصوديوم عبارة عن خليط من هيدروكسيد الصوديوم وأكسيد الكالسيوم أو الجير الحي مع بعض وبنسخنهم. اللي هيحصل إن الـ CH3 هترتبط مع H من هيدروكسيد الصوديوم وهتدينا CH4 بدل CH3. إيه الباقي؟ الباقي C وO وO NA وN A مع الـ O هيتجمعوا مع بعض كالآتي: NA وN A هتبقى NA2، والسي وادي او وادي او وادي او يبقى O3، اسمها كربونات الصوديوم. وده الميثان. دي معادلة تحضير الميثان: أسيتات الصوديوم أو اسمها خلات الصوديوم مع ده هيدروكسيد الصوديوم لوحده، أكسيد الكالسيوم مع هيدروكسيد الصوديوم الاتنين مع بعض اسمهم جير صودي. فلما يقول لي ايه المقصود بالجير الصودي، عباره عن خليط من هيدروكسيد الصوديوم
والجير الحي او اكسيد الكالسيوم. طيب انا ملاحظ ان التفاعل دخل فيه بس هيدروكسيد الصوديوم، اكسيد الكالسيوم ما تفاعلش ولا حاجه، فكان ممكن استخدم هيدروكسيد الصوديوم بدل الجير الصودي؟ لا مش ممكن. ليه؟ لو استخدمت هيدروكسيد الصوديوم لوحدها، التفاعل او المخلوط ده عشان يحصل تفاعل بينهم بينصهر الاول، فعشان ينصهر عايز درجات حراره عاليه جدا، يعني هيبقى في المعمل ما اقدرش احصل على الدرجه دي. فانا بستخدم الجير الصودي، يعني بضيف سي اي او او اكسيد الكالسيوم على هيدروكسيد الصوديوم عشان الخليط ده يخفض من درجه الانصهار بتاع المواد المتفاعله مع بعضها. الخواص العامه، الخواص العامه للالكانات، الالكانات اللي هي قلنا اللي هي المركبات اللي ليها الصيغه العامه CnH2n زائد 2 اللي الميثان فرد من افرادها واول افرادها بالتحديد. الخواص الفيزيائية بالنسبة للألكانات، أولا بالنسبة للحالة بتاعتها، هل هي صلبة ولا سائلة ولا غازية؟ الألكانات اللي فيها من كربونة لغاية أربعة كربون في الجزيء دي مواد غازية، يعني الميثان عشان فيه كربونة واحدة CH4 فهو غاز. طب الإيثان C2H6 في كربونتين فهو غاز. طب البروبان C3H8 فهو غاز. طب البيوتان C4H10 يبقى غاز. المركبات او الالكانات من كربونه واحده لاربع كربونات مواد ايه؟ غازيه. طيب واللي فيه خمسه كربون لغايه 17 ذره كربون، يعني ابتداء من البنتان وانت طالع، مواد سائله. واللي فيه اكتر من 17 ذره كربون في المركب، اكبر من 17 ذره كربون في المركب، يبقى مواد صلبه. يبقى ده بالنسبة للحالة الفيزيائية بتاعتها، كربونة لأربعة ومن خمسة لسبعتاشر ولأكتر من 17 ذرة كربون. درجة الغليان بتاعتها مش زي بعض، هي بتتدرج، يعني أقلهم في درجة الغليان الميثان، وبعدين تعلى بزيادة الكتلة الجزيئية اللي هي زيادة الكربون والهيدروجين يعني. فأقلهم غليانا أو درجة غليان الميثان عشان الكتلة الجزيئية بتاعته قليلة. الذوبان في الماء، الألكانات كلها لا تذوب في الماء لأنها مركبات غير قطبية، يعني ما عليهاش شحنات موجبة جزئية أو سالبة جزئية، هي مركبات تساهمية أيوة بس غير قطبية. الميثان بيستخدم وقود في المنازل اللي هو الغاز الطبيعي. عندك مركبين اسمهم على بعض بيسموهم البوتاجاز، الاسم التجاري بتاعهم، بس دول عبارة عن حاجة اسمها بروبان وحاجة اسمها بيوتان، بيبقوا مخلوطين مع بعض ومعروفين باسم البوتاجاز اللي هما بيتعبى في اسطوانات من الحديد. نسبة البروبان والبيوتان إلى بعض طبعا مش متساوية، هي نسبة البروبان بتزيد في المناطق الباردة، يعني لو بنوزع نبيل البوتاجاز في مناطق جوها بارد هيبقى نسبة البروبان أكتر من البيوتان. طب وفي المناطق الحارة بنزود نسبة البيوتان، ليه عم؟ عشان البروبان أصلا خفيف أقل تطيرا ودرجة غليانه قليلة، فلو زادت نسبته في أنبوبة البوتاجاز اللي في المناطق الحارة هتنفجر الأنبوبة على طول، لأن ده بيتطير مع ارتفاع درجة الحرارة. فالبروبان بتزيد نسبته في المناطق الباردة والبيوتان بتزيد نسبته في المناطق الحارة. ده بالنسبة للخواص الفيزيائية للألكانات. بالنسبة للخواص الكيميائية، هي مركبات خاملة. مركبات خاملة يعني ايه خاملة؟ يعني ما بتتفاعلش بسهولة. ليه يا عم؟ لأن كل الروابط بتاعتها اللي بين ذراتها روابط من نوع سيجما اللي هي القوية صعبة الكسر. خواص الألكانات الكيميائية، الالكانات خاملة نسبيا لان روابطها سيجما القوية صعبة الكسر. طالما الروابط بتاعتها ما بتتكسرش بسهولة يبقى اذا مش هتدخل في تفاعلات بسهولة. تتفاعل بالاستبدال، يعني لو انا هفاعل الميثان او الايثان او البروبان مع اي حاجة تانية لازم اشيل ذرة هيدروجين واحط مكانها الحاجة اللي انا عايز ادخلها، يعني بستبدل هيدروجين بحاجة تانية. عشان كده بيعرفوا تفاعلات الاستبدال هي عملية أو تفاعل يتم عن طريق كسر الرابطة سيجما. هنشوف نوع تاني من تفاعلات اسم الإضافة بس مش وقته دلوقتي. فالألكانات بتتفاعل بالاستبدال، طب بتتفاعل بالاستبدال ليه؟ لأنها مركبات مشبعة.
مركبات مشبعة فتتفاعل بالاستبدال. طب لو غير مشبعة دي حاجة تانية هنشوفها. دي خواص العامة للألكان. التفاعلات بتاعة الألكانات هناخد ثلاث أنواع من التفاعلات. تفاعلات الاحتراق، يعني الاحتراق يعني أفاعلها مع الأكسجين اللي هي الأكسدة. التكسير الحراري الحفزي هنشوف معناه حالا. التفاعل مع الهالوجينات، الهالوجينات اللي هي عناصر المجموعة 7A اللي هي الفلور والكلور والبروم واليود، دي اسمهم الهالوجينات. هنشوف تفاعل الألكانات مع الهالوجينات. بالنسبة للاحتراق، أي ألكان وأي مركب عضوي عموما لم أفعله مع الأكسجين هيتحول إلى ثاني أكسيد الكربون وماء أو بخار ماء زائد بخار ماء، مفيش حاجة تالتة. أول ثاني أكسيد الكربون وبخار ماء، أي ألكان مع أكسجين. فلو خدنا مثال الألكان اللي بنتكلم عنه اللي هو الميثان CH4 زائد أكسجين على السهم حرارة، الكربون والهيدروجين، الهيدروجين هيرتبط مع الأكسجين والكربون هيرتبط برضه مع الأكسجين. الكربون لو ارتبط مع الأكسجين هيدينا ثاني أكسيد الكربون، والهيدروجين لو ارتبط مع الأكسجين هيدينا أكسيد الهيدروجين اللي هو المي. التفاعل أو المعادلة مش موزونة. أنا ملاحظ إن الأكسجين 2 وهنا الأكسجين 3، أدي 2 وأدي 1، أخلي دي عدد الزوجة عشان تبقى سهلة. كده الأكسجين 2 وأدي 2 يبقى 4، يبقى أضرب دي في 2 عشان تبقى 4. الهيدروجين 4 والهيدروجين 4، الكربون 1 والكربون 1، كده المعادلة موزونة. فالاحتراق اللي هو تفاعل الألكانات مع الأكسجين وأي مركب عضوي وليس الألكانات بيدينا ثاني أكسيد الكربون وبخار مية. الميثان زائد أكسجين بيدينا ثاني أكسيد الكربون زائد بخار مية. ده ثاني أكسيد الكربون طبعا غاز، وهنا المية بتبقى بخار. التكسير الحراري الحفزي، التكسير من اسمه يعني جزيء كبير. كبير يعني ايه؟ يعني في كربون كتير، في عدد كبير من الكربون. هكسره يعني هحوله إلى جزيئات صغيرة. طب هنكسره بإيه؟ هنكسره بالحرارة والضغط والعوامل الحفازة. عشان كده بنعرف التكسير الحراري وتحويل نواتج البترول الثقيلة. يعني ايه نواتج البترول الثقيلة؟ يعني بنعمل تكرير للبترول بينتج عنه مركبات. المركبات دي منها الخفيف ومنها التقيل. منها الخفيف زي الميثان والإيثان والبروبان ومركبات خفيفة، ومركبات تقيلة فيها مثلا من اول وانت طالع 15 16 17 30 ذره كربون في الجزيء الواحد. المركبات التقيله دي بتبقى مركبات صلبه واستخدامها عنده قليل. اما المركبات الخفيفه بتبقى مركبات غازيه واستخداماتها بتبقى كتير. فانا عايز احول المركبات الصلبه الى مركبات غازيه، اللي هي المركبات التقيله الى مركبات خفيفه، فبعمل لها تكسير. تكسير بايه؟ باستخدام الحراره، باستخدام الضغط، واستخدام العوامل الحفازه اللي هي سرع التفاعل. وابسط مثال عندي والمثال الوحيد اللي عندي على التكسير الحراري الحفزي اللي هو المركب C8 H 18. المركب ده اسمه اوكتان. ده مثال بسيط، لكن احنا بنكسر المركبات الاتقل كمان. سهم، وعلى السهم احط شروط التكسير اللي هي حراره وضغط وعامل حفاز كاتاليست. كاتاليست يعني كلمه عامل حفاز. بيتحول الى مركبين، مركب فيه 4 كربون ومركب فيه 4 كربون، يبقى انا كأن كده كسرت الكربون بالنص. الهيدروجين 18، 10 بيجوا مع واحده و8 مع الثاني. طيب ما ده كده الصيغه بتاعته تخضع لصيغه الالكانات، يبقى اذا هذا المركب اسمه بيوت عشان 4 كربون، وان عشان هو الكان مشبع. اما المركب ده بيبقى بيوتين او بيوتيلين لانه غير مشبع، الهيدروجين بيستودع في الكربون بالظبط. فعند التكسير الحراري الحفزي للأوكتان يدينا بيوتان وبيوتين أو بيوتيلين. طب لو هقول ألكان عموما، لو ألكان عموما هكسره ألكان تقيل، هيدينا ألكان أخف وهيدينا ألكين كمان، يعني يدينا ألكان وألكين عموما. الهالوجينات هنا التفاعل مع الهالوجينات نقصد بيها عنصر الفلور والكلور والبروم واليود. بس هنخص بالذكر الكلور.
ده اللي احنا هنتعامل معاه. الالكانات زي الميثان هيتفاعل مع الكلور او مع الهالوجينات في وجود مثلا يا اما حراره تصل ل 400 درجه، يا اما في وجود الاشعه فوق البنفسجيه الالترا فايلت يو في، اسمها الاشعه فوق البنفسجيه. بيتفاعل الميثان او الالكانات مع الهالوجينات يا اما في حراره تصل ل 400 درجه او في وجود اشعه فوق بنفسجيه الالترا فايلت اللي هو يعني بتيجي من ضوء الشمس. والتفاعل هنا هيتم عن طريق الاستبدال. قبل ما اقول المعادلات بتاع التفاعل نفهم يعني ايه الاستبدال هنا. انا عندي الميثان سي اتش 4 4 هيدروجين، ادي اتش وادي اتش وادي اتش وادي اتش. الكرب الرباعي وعامل اربع روابط احاديه زي ما انت شايف. لا يمكن يكون الكربون خماسي، يعني مش هقدر ادخل ذره تاني زي الكلور عليه. امال ايه؟ قال لي لازم اشيل ذره هيدروجين وادخل مكانها ذره كلور. طيب يعني هنا بكسر رابطه سيجما اللي هي الرابطه القويه، عشان كده الاستبدال بنقول تفاعل يتم عن طريق كسر الرابطه سيجما القويه. وعشان هي رابطة قوية عشان كده احتاجنا لحرارة 400 درجة او هنحتاج للطاقة بتاعت الاشعة فوق البنفسجية. فلما فاعل مع الكلور Cl2، الكلور اصلا عبارة عن Cl وCl، بحتاج الرابطة في ايه؟ بحتاج الطاقة، اسف، في ايه؟ بحتاج الطاقة في كسر، في كسر الرابطة دي وفي كسر الرابطة دي، ده اللي احنا بنحتاجه. بس الطاقة اساسا بتستخدم في كسر الرابطة دي، بعد كده بيتحول لكلور ذري. الكلور الذري بيهاجم وبيكسر رابطة بين الكربون والهيدروجين. فلما بكسر الرابطة بين السي ال والسي ال بقى عندي 2 سي ال حرين. تيجي واحدة منهم تروح متفاعلة مع الهيدروجين دي وتتكون اتش سي ال، يبقى شيل الهيدروجين من هنا اتش سي ال. طب والسي ال التانية تروح داخلة مكان الهيدروجين، عشان كده قلنا استبدال، يعني استبدلنا هيدروجينة بكلور. كده المركب دخلت كلورة واحدة. طب لو هفاعل كمان مع Cl كمان ايه اللي هيحصل؟ قال لي هتتكسر برضه الرابطه دي، واحده منهم تروح واخده هيدروجينه والتانيه تروح مرتبطه مكانها. طب لو ضفت كمان Cl2 يعني، هتتكسر الرابطه دي وتخش واحده تاخد هيدروجينه من هنا بقت HCl، والكلوره التانيه او ذره الكلور التانيه تخش مكان الهيدروجين. بقى عندي 3 كلور دخلوا مكان 3 هيدروجين كانوا موجودين بس بالترتيب واحدة واحدة. طيب لو سي ال كمان برضه تتكسر الرابطة بين السي ال والسي ال، واحدة منهم تروح مرتبطة بالهيدروجين بقى اتش سي ال، والسي ال التانية تروح مرتبطة مع ذرة الكربون. يبقى كده بقت الكربون كل الهيدروجين اللي حواليها انتزع ودخل مكانها 4 ذرات كلور. ده التسلسل اللي بيحصل، يعني بناخد الهيدروجينه واحده واحده. طيب ما هنعمل الكلام ده معادلات ازاي؟ CH4 ده الميثان زائد Cl2 ده الكلور في وجود UV، احنا قلنا تطلع هيدروجينه من الميثان هيبقى CH3. طيب الهيدروجينه اللي طلعت دخلت مكانها Cl، بقى عندي Cl من هنا و H من هنا يبقى H ايه؟ Cl. بعد كده لو في زيادة من الكلور ال CH3Cl هتتفاعل مع جزيء كمان الترا فايلت، يعني أشعة فوق بنفسجية، تطلع اتش من التلاتة هتبقى CH2Cl، تخش مكان الاتش اللي طلعت Cl كمان يبقى Cl بقت 2، والاتش اللي طلعت مع Cl التانية هتبقى HCl. طب لو في زيادة كمان يبقى CH2Cl2 زائد Cl2، هتطلع اتش من الاثنين هتبقى سي اتش فقط وتخش مكانها سي ال، فسي ال 2 هيبقى سي ال 3 زائد اتش سي ال والترا فايلت برضه. طب لو في زياده السي اتش سي ال 3 هيرتبط مع جزيء من الكلور الزياده في وجود نفس الشروط الترا فايلت، الاتش الاخيره هتطلع هتبقى معاها سي ال 4، لان لما تطلع الاتش هتخش كلور من الزياده ويتكون برضه معايا اتش سي ال. يعني انا هنا
التفاعل كله تم بمول واحد من الميثان، مول واحد بس. ايه طلعت الهيدروجين على اربع خطوات، مول واحد من الميثان يدينا 4 مول من ال HCl، في كل مرة يدينا مول من ال HCl. المركبات دي اسمها ايه؟ المركب ده بالايوبات ممكن اسميه كلورو ميثان، او ممكن اسميه كلوريد ميثايل عشان المجموعة دي اسمها مجموعة ميثايل CH3، وده ممكن اسميه ثنائي كلورو ميثان، او ممكن اسميه كلوريد ميثيلين. والمركب ده اسمه ثلاثي، يبقى هنا كلورو او احادي كلورو عادي، وهنا ثنائي كلورو، وهنا ثلاثي كلورو ميثان، او ممكن اسميه كلوروفورم، مركب مشهور هنتكلم عنه حالا. وده ممكن اسميه رباعي كلورو ميثان، وممكن اسميه رابع كلوريد الكربون. الفرق بين الاسم الاول والاسم الثاني، ده الاسم بالايوباك وده الشائع، ايوباك شائع، ايوباك شائع، ايوباك شائع. دي المعادلات بتاع التفاعل الميثان مع الهالوجين زي الكلور في وجود الأشعة فوق البنفسجية الألترا فايلت. في السؤال طب يجي ازاي؟ ممكن يقول لي من الميثان، من الميثان كيف تحصل على، ممكن يطلب مني أول واحد كلوريد ميثايل، يبقى هعمل المعادلة الأولانية بس. طب لو طلب مني مش كلوريد ميثايل، طلب مني ثنائي كلوروميثان، ثنائي كلوروميثان، يبقى هعمل المعادلة الأولى والتانية. طالما هبدأ بالميثان يبقى أبدأ بالميثان أجيب كلوريد ميثايل، وبعدين كلوريد الميثايل أجيب منه كلوريد ثنائي كلورو ميثان. طب افرض ما طلبش ثنائي كلورو ميثان، طلب مني الكلورو فورم من الميثان، يبقى هبدأ من أول الميثان وأمشي 3 خطوات لغاية ما أوصل للكلورو فورم. ده إذا طلب مني من الميثان، لكن ممكن يطلب مني من أسيتات أو خلات الصوديوم. يبقى في الأول لازم أحضر الميثان، أعمل معادلة تحضير الميثان اللي هي استات الصوديوم مع الجير الصودي يدينا ميثان، وبعد كده اخد الميثان اشتغل منه في معادلات الاستبدال المتتاليه دي او سلسله التفاعلات دي. استخدامات مشتقات الالكانات الهالوجينيه. انا عندي CH Cl3، دي المشتقات الهالوجينية للألكانات اللي المفروض أعرف استخداماتها إيه والصيغ كمان البنائية بتاعتها. المركب الأولاني اسمه الكلوروفورم CHCl3، يعني بتبقى ذرة الكربون حواليها 4 روابط، منهم واحدة H والباقي Cl. المركب ده كان بيستخدم كمخدر وبعدين توقف استخدامه عشان عدم التقدير الدقيق للجرعة، كان بيسبب الوفاة. يبقى كانوا بيستخدموه كمخدر في العمليات الجراحية، كمخدر في العمليات الجراحية، وبعدين توقف استخدامه. توقف استخدامه ليه؟ عشان عدم التقدير
الدقيق للجرعة يسبب الوفاة. تاني، الكلوروفورم، المركب ده اسمه كلوروفورم CHCl3، كان بيستخدم كمخدر وبعدين توقف استخدامه. ليه؟ عشان لما كانوا بيستخدموا جرعة مش مظبوطة، عدم التقدير الدقيق للجرعة كان بيسبب الوفاة. المركب ده هنسميه ازاي؟ عن اطول سلسلة هي ذرتين كربون، اطول سلسلة عندي. نرقم منين؟ نرقم من اول اقرب للتفرعات، تفرعات اللي هي سي ال، يبقى 1 2، يبقى المركب ده اسمه ايه؟ 1 و1 و1 ثلاثي كلورو، السلسلة 2 كربون يبقى ايثان. ادي المركب. المركب ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في عمليات التنظيف الجاف اللي هي بيسموها الدراي كلين بتاعت الملابس والسجاد والمفروشات. المركب التاني أطول سلسلة أهي، نرقم منين؟ قال التفرعات متركزة هنا، ده 3 تفرع وهنا 2 تفرع، يبقى الرقم من أول هنا 1 2. طيب نكتب من أول فين؟ قال نكتب بالأبجدي، البروم الأول وبعدين الكلور وبعدين الفلور، هيبقى 2 بروم. شرط 2 كلور. شرط 1 و1 و1 ثلاثي فلورو ايثان، 2 بروم 2 كلور 1 و1 و1 ثلاثي فلورو ايثان عشان كربونه واحده. ده اللي بيستخدم مخدر، وبيستخدم مخدر امن حاليا. ده بديل لمين؟ للكلوروفورم. الفريونات اللي هي مركبات مشتقات هالوجينية للالكانات، واشهر الفريونات CF4 او رباعي فلورو كربون، او CF2Cl2 اللي هو ثنائي كلورو ثنائي فلورو كربون، او بيسموه عموما الفلورو كلورو كربون، فلورو كلورو كربون. ايه الفريونات دي بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في التبريد، اجهزه التكييف والتبريد، الثلاجات والكلام ده كله، وتستخدم في تنظيف الأجهزة الكهربية، يبقى في التبريد وتنظيف الأجهزة الكهربية من الداخل، وبتستخدم في كمان كمواد دافعة للسوائل، الحاجات اللي بتبقى جوه الأنابيب المتعبية كسبريه ترش، السائل بيبقى أساسا موجود جوه على هيئة سائل، بعدين عايز أطلعه على هيئة بخار، فبتبقى موجود معاه نسبة فريون، الفريون بيساعد على خروج البخار اللي موجود المحبوس جوه الماده ديت او جوه العبوه دي. يبقى في التبريد، في تنظيف الاجهزه الكهربيه، كمواد دافعه للسوائل، دي استخداماتها. بس الفريونات ليها اضرار، عشان كده من سنه، المفروض يعني من سنه 2020 في قانون دولي بتحريمها او تحريم استخدامها في التبريد. ليه؟ لان هي خفيفه فبتطلع لطبقات الجو العليا فبتسبب تآكل. الفريونات ليها مميزات وليها عيوب. عيبها ان هي بتسبب تآكل طبقه الاوزون، عشان كده الدنيا كلها من سنه 2020 هتحرم استخدامها. بس ليها مميزات، اللي هي رخيصه، ما هيش غاليه يعني، موفره وسهلة الإسالة، يعني بتتحول لغاز بضغط، لسائل بضغط خفيف جدا، وغير سامة، ولا تسبب تآكل المعادن. وغير قابلة للاحتراق أو الاشتعال. دي مميزات كلها خلت العالم كله اعتمد عليها في الصناعة بتاعته، بالذات في صناعة التبريد. لكن العيب الخطير بتاعها تآكل طبقة الأوزون، اللي هو بيسبب نفاس كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، اللي ممكن تسبب بعض الأمراض الخطيرة زي السرطان. الأهمية الاقتصادية للميثان، غير إن هو بيستخدم كوقود أهو، كوقود، لكن بيستخدم في تحضير حاجة اسمها أسود الكربون،
اللي هو الكربون المجزأ، وبيستخدم في تحضير الغاز المائي اللي هو خليط من أول أكسيد الكربون والهيدروجين. يستخدم إزاي في تحضير الكربون المجزأ أو أسود الكربون؟ بتسخين الميثان لألف درجة مئوية، يتحل إلى كربون وهيدروجين. الكربون ده هو ده اسمه الكربون المجزأ، ولازم يكون التسخين بمعزل عن الهواء، يعني مفيش هواء. لو في هواء الميثان هيحترق ويدينا ثاني اكسيد الكربون وميه، لازم يكون بمعزل عن الهواء. اسود الكربون ده بيستخدم في صناعه اطارات السيارات، العجل بتاع العربيه، بيستخدم في صناعه الحبر بتاع الكتابه، الحبر الاسود تحديدا، وفي صناعه البويات او الدهانات، وبيستخدم كورنيش للاحذيه. اما الغاز المائي بينتج من الميثان ازاي؟ بان انا بفاعل الميثان مع بخار الميه عند درجة حرارة 725 درجة في وجود عامل حفاز، عشان كده بيسموها هيدرة حفزية للميثان. هيدرة حفزية يعني أفاعل الميثان مع المية في وجود عامل حفاز للميثان تحديدا، لأن فيها هيدرة حفزية لحاجة تاني. الكربون والأكسجين هيروحوا مع بعض، يدينا أول أكسيد الكربون. الهيدروجين والهيدروجين هيتجمعوا على بعض ويدينا هيدروجين. الاثنين مع بعض، اول اكسيد الكربون والهيدروجين، دول بيستخدموا مع بعض كده باسم الغاز المائي. الغاز المائي ده ليه استخدامات كتير جدا، من ضمنها عامل مختزل في فرن ميدريكس، وطبعا غير وقود في بعض. نلخص الكلام، صاحبنا ده اسمه الميثان. الميثان ده بيتحضر ازاي؟ بيتحضر من الجير الصودي واسيتات الصوديوم. ادي اسيتات الصوديوم وادي هيدروكسيد الصوديوم، الاثنين مع بعض، هيدروكسيد الصوديوم مع الجير الحي وحراره، الاثنين اسمهم جير الصودي، يدينا الميثان. الميثان لو فعلته مع اكسجين الهواء، حرقته في الهواء، يدينا ثاني اكسيد الكربون وبخار الميه. الميثان لو سخنته لألف درجة بمعزل عن الهواء هيدينا الأسود الكربون أو الكربون المجزأ اللي هو كربون بس طبعا زائد هيدروجين، لكن ده بس هو اسمه أسود الكربون. الميثان لو فعلته مع بخار المية عند درجة 725 درجة في وجود عامل حفاز بيدينا أول أكسيد الكربون والهيدروجين، الاتنين مع بعض اسمهم الغاز المائي. الميثان لما نفعله مع الهالوجين زي الكلور في وجود الالترا فايلت بيعمل سلسلة من التفاعلات الاستبدالية، يعني بيدينا الأول CH3Cl وHCl. CH3Cl لما أضيف له كمان كلور بيدينا CH2Cl2 وHCl. CH2Cl2 لما أضيف له كمان كلور في وجود الترا فايلت يدينا CHCl3 اللي هو الكلوروفورم وHCl، وCHCl3 زائد كمان كلور في وجود الالترا فايلت يدينا CCl4 زائد HCl. ده ملخص الكلام بتاع تفاعلات الميثان. يعني ممكن يجي يطلب مني من اسيتات الصوديوم كيف تحصل على اسود الكربون، اسود الكربون او الكربون المجزأ. هحول الاسيتات الصوديوم اللي هو ده اسيتات صوديوم الى ميثان، والميثان احوله لاسود الكربون. طب من اسيتات الصوديوم عايزين اللي هو كلورو ميثان او كلوريد الميثايل، برضه لازم اجيب ميثان واجيب كلوريد الميثايل. كيف تحصل من اسيتات الصوديوم على الغاز المائي اللي هو ده؟ يبقى اسيتات الصوديوم هحوله لميثان وبعدين افعله مع ميه. من اسيتات الصوديوم كيف تحصل على رابع كلوريد الكربون سي سي ال 4 اخر واحد؟ يبقى من اسيتات الصوديوم هجيب الاول ميثان وبعد كده الميثان امشي لاربع تفاعلات لغايه ما اوصل لرابع كلوريد الكربون. الحصه الجايه ان شاء الله نخش على الألكينات
الالكينات هنشوف التسمية بتاعتها الاول وبعدين نشوف خواصها زي ما عملنا مع الالكانات او البارافينات. السلام عليكم.